تعد مدرسة الشهيد العبادي في عدن أول مدرسة أسست في الجزيرة العربية، بناها البريطانيون ابان الاستعمار الإنجليزي لجنوب اليمن، وما زالت حاضرة حتى اليوم. تخرج منها العديد من الشخصيات والتي كان لها دور بارز في المجتمع. تظل مدرسة الشهيد العبيدي الواقعة في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن واحدة من أقدم المدارس التي بنيت في عهد الاستعمار البريطاني، والتي ما تزال تشكل منبرا علميا وتربويا للكثير من الطلاب الراغبين في العلم عبر مراحلها التاريخية. لذلك ظلت هذه المدرسة تقوم بدورها الريادي على مر العصور. تاريخ المدرسة طبعا تاريخ عريق جدا. تاريخ المدرسة متميز بأنه هذه المدرسة هي أول صرح تعليمي للفتاة في الجزيرة العربية والخليج، أول مدرسة تبنى خصيصا لتعليم الفتاة. تميزت مدرسة الشهيد العبيدي بنظام تعليمي متميز ونواة حقيقية للعديد من الخريجين، حيث تخرج منها الآلاف من الأجيال الذين ما تزال تشكل لهم تاريخ لا ينسى في ذاكرتهم. مدرسة العبيدي عنوان بارز وفصل ناسع البياض في ملحمة التعليم والتربية منذ عام 1941. المدرسة قديمة من عام 1941 وما زالت تحتفظ بشكله، يعني حتى في لونه، حتى لما تم ترميمه بعد الحرب عملت مخصائية الآثار اسمها هان العلس على أنه يكون اللون الأصلي للمدرسة هو اللون الذي كان موجود فيها من الأساسي. هي كانت عبارة عن تقريبا 6 شعاب مع توابع، وكانت يعني نواة أو يعني كبداية لتعليم الفتيات تعليم رسمي في مدارس، فكانت هذه البداية لتأسيس هذه المدرسة. تخرج العديد من المثقفين والسياسيين من هذه المدرسة خلال السنوات الماضية، والذين كان لهم دورا بارزا في المجتمع. تخرج منها الوزراء من النساء، أعضاء مجلس النواب من النساء كالأخت جوهرة حمود ثابت التي احتلت مركز وزير الدولة للشؤون القانونية سابقا. إحدى طالباتها اللواتي درسنا في هذه المدرسة، وكثيرات كثيرات لا يتسع الوقت لكي نتطرق إلى مثل هذه الشخصيات وهؤلاء الذين كانت لهم بصمات من نور في هذه المدرسة. يبقى عرقة المكان هنا لينعكس على الأداء رغم تغيير الأجيال، فالمدرسة هنا هي الركيزة الأساسية للفعاليات الثقافية والنشاطات المدرسية والفنون وكذلك الإنجازات المتميزة للطلبة. مدرسة العبيدي أو المدرسة الشمالية للبنات سابقا أيام الاستعمار البريطاني، The North School for Girls، هذه المدرسة كانت لها أمسيات ثقافية لا زالت مطبوعة في الأذهان حتى اليوم. يكفي في الأمسيات الرمضانية كانت هذه المدرسة تعج بالحركة الثقافية منذ فترة الاستعمار البريطاني وحتى سنوات طوال ما بعدها. تحافظ مدرسة الشهيد العبيدي على شكل المكان رغم تغير الأزمان ومرور السنين، لتظل شاهدة على التاريخ والحضارات التي تعاقبت على مدينة عدن.